يحذر عني أي شيء فكذب باطل، ولا آمنه ولا أسمح له أن ينقل عني كلمة واحدة أبدا، حتى لو حق لا ينقل عني. فأي نذر ينقله عني في فلان وفلان وفلان لازم التبديع، أنا بريء ما يقول. بارك الله فيك، تأدب يا ولد، تبغى تطلب علم روح المستشفى يعاليك وبعدين تعال، أما أنت مريض وبعدين تنقل عني أشياء تخرب الدعوة، اتق الله، هذا دمار، اتق الله يا نفسك. وبعدين تبدع ناس سلفيين اللي كلمك ترميه بالبدعة، اتق الله يا أخي. أنت هذا يقول تجلس عليه وهذا تسوي هذا وبدعت هذا وبدعت هذا، خيرك سلفية تبدعهم؟ إخواني من يصدقك؟ من يصدقك؟ الإخوان يجلسون عندي هكذا؟ الإخوان يجلسون عندي؟ لا لا مو إخواني، أنت الإخواني، أنت الإخواني، هم إخواني أبدا. ما بدع بكر أبو زيد؟ ولا ما بدع، أنا ما بدع بكر أبو زيد. اللي ما بدع بكر أبو زيد خلاص صار مبتدع عندك؟ هذا مذهب السلف؟ اترك يا ولدي، لا تبدع بكر أبو زيد ولا تتكلم في أحد أبدا، ما لك شغل. اتق الله نفسك. ما بدعوا يا اخطا، ما بدعوا اخطا ويمكن تاب وندم بعد مصالح الدعوه. ان ننزل بها معك مع المجانين، لا تاتي عندي ابدا ولا اراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. واللي ينقل عني انه بدع بكر ابو زيد كذاب، انا اخاصمه وارد عليه وابين الحق، ما بدع. طلب مني تبديع سفر سلمان ابين، قلت العلماء يحكمون، ذاك الوقت العلماء الكبار موجودين والحمد لله، ابن باز وابن عثيمين وكذا، وكنا هم اللي يحكمون، تادبا مع العلماء. هذا المعتوه يجي يبدع الناس، يبدع الناس باسمه بس بسد دعوه سلفيه. بعدين قال لي ابوه ان اقول في الشريم كذا واقول كذاب، والله ما سمع مني كلمه لا في الشريم ولا في سديس ولا في احد. الناس يضر بالدعوه السلفيه ويكون دمارا على الدعوه السلفيه، لا يتكلم بعض ولا بعلم ولا بادب ولا بشيء، بس ثرثره 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 حتى يكسب الاعداء من ورائه ما لا يتصورون ولا يصلون اليه. اللي ما يتكلم بعلم وبحجه بارك الله، ولا يحفظ لسانه.